بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. طب القلوب ودواها، وعافية الأبدان وشفاها، ونور البصائر والأبصار وضياها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام وحضراتكم بألف خير لحلول العام الهجري الجديد، عام 1442 هجرية، والذي يبدأ بالشهر الهجري المحرم. واحد محرم شهر الله المحرم احد الاشهر الحرم الاربعه والتي هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب فكما ورد في الصحيحين من حديث ابي بكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أما عن مضاعفة الثواب في الأشهر الحرم ومضاعفة العقاب فيها فهي لقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق الله العظيم كما قال قتاده عليه الرحمه والرضوان ان الظلم في الاشهر الحرم اعظم خطيئه ووزرا من الظلم فيما سواه وان كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم في أمره ما يشاء علينا ألا نظلم أنفسنا في هذه الأشهر المباركة اللي شهر المحرم أحد هذه الأشهر الحرم علينا ألا نظلم أنفسنا فيها بارتكاب الذنوب بل علينا نحن نستزيد بالخيرات فيها طمعا في رحمات رب العالمين لأنه بيضاعف في الأشهر الحرم العقاب يعني في هذا الشهر الحرام كغيره من سائر الاشهر الحرم بيضاعف العقاب بالعمل السيء كما يضاعف الثواب على العمل الصالح اللي علينا واحنا بنستهل هذا العام الهجري الجديد، وبعد مرور 1442 سنة على هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، العام الهجري اللي بيبتدي بشهر الله المحرم اللي هو أحد الأشهر الحرم، علينا أن نغتنم هذا الشهر المبارك، اغتنموا هذا الشهر الحرام في بداية العام الهجري الجديد، اغتنموا ذلك بتوبة صادقة من القلب. اغتنموا ذلك بكثره الاستغفار، اغتنموا ذلك بالاصرار على الاستغفار والاستقامه على صراط الله المستقيم. مع حلول العام الهجري الجديد، يكون موضوع هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه هو الموضوع الذي يملا السمع والبصر والقلب والفؤاد بحثا ودرسا عظة واعتبارا لما حملته تلك الرحله المباركه على صاحبها افضل الصلاه والسلام من دروس وعبر. اليوم سنتناول مع حضراتكم مفهوم الهجره الصحيح، لانه اصاب مفهوم الهجره الصحيح بعض الشوائب من بعض المبتدعين، وتعلق بهذا المصطلح العديد من الاخطاء الجسيمه اللي ابتدعتها جماعات التكفير، واستقطبوا بفهمهم الخاطئ لمفهوم الهجره العديد من شباب الامه من خلال وسائل متنوعه وعلى وجه الخصوص عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ولخطوره التلاعب بمصطلحات الوحي الشريف كان لازم نفهم ايه المفهوم الصحيح للهجره وعشان نوصل للمفهوم الصحيح لمصطلح الهجره محتاجين نفهم بعض الامور. نفهم ايه معنى الهجرة، ونفهم ليه النبي عليه الصلاة والسلام هاجر هو والصحابة، وهل كان من الممكن إن النبي عليه الصلاة والسلام مع اختلاف الظروف إنه يترك الهجرة، وليه جماعات الظلام والتكفير، وعلى أي أساس بتنادي بضرورة الهجرة من الأوطان؟ اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلادنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا امه مسلمه لك انك انت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام والعفو والاحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمه الامن والامان والهدايه والايمان وادم علينا نعمه السلامه والسلام والعافيه والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين معنى الهجرة الهجرة هي من هجر ده الاصل او الجذر اللغوي لها والهجر دال على القطع والقطيع تقول هجرت فلانا او هجرت ذلك المكان وهو خلاف الوصل والصله وبنقول هاجر الرجل من مكان الى مكان اي ترك المكان الاول وانتقل الى الثاني الهجره في المفهوم الاصطلاحي عند فقهاء الامه الاقدمين وعند بعض من اتبعهم من الفقهاء المحدثين هي الانتقال من دار فيها يعني اضطهاد للانسان المسلم الى دار كما اطلقوا دار اسلام او دار امان بالنسبه له، طبعا المصطلحات دي قابله ان يتم فيها الاخذ والرد على اساس انها تفهم ليه تم هذا التصنيف لما يترتب عليه من بعض الاحكام وليس لايجاد نوع من التمييز او العنصريه، انما هي مصطلحات وضعها الفقهاء الاقدمون لانفسهم عشان يقدروا يبنوا على اساسها بعض الاحكام الفقهيه يبقى الانسان المضطهد في ارض الانسان المسلم المضطهد في ارض بينتقل مش قادر يمارس الحريه الدينيه بتاعته مش قادر يصلي مش قادر يصوم مش قادر يمارس هذا مع حريته الشخصيه بينتقل إلى أرض أكثر أمنا ووقاية له من الذل والاستضعاف، ففرض الله على المضطهد في حريته الدينية والشخصية أنه يهاجر إلى حيث يكون حرا في تصرفه يستطيع ممارسة شعائر دينه دون اضطهاد. في سؤال مهم لابد أن يطرح، لماذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من تعريف الهجرة اللي فات نقدر ان احنا نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه الى المدينه. طبعا لازم نعرف انه لم تكن اولى حركات الهجره متمثله في هجره النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره. سبقتها هجره بعض المؤمنين والمؤمنات الاوائل من الصحابه رضوان الله تعالى عنهم اجمعين من مكه الى الحبشه وكان ده بامر من النبي عليه الصلاه والسلام بسبب اشتداد اذى المشركين في مكه على ضعفاء المسلمين ولم يكن لهم من يحميهم من قريش بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حمايه عمه ابي طالب يعني في بدايه هذا الامر يعني نقدر نقول ان الاضطهاد الديني وما ترتب عليه من الايذاء النفسي والجسدي هو السبب الاصيل في الهجره الى الحبشه ثم الهجره الى المدينه المنوره بعد ذلك. تعرض المؤمنون الاوائل من الصحابه للتعذيب والايذاء والتجويع من كفار قريش مثل بلال بن رباح رضي الله عنه فقد القي به في الصحراء في شدة حر مكة المكرمة ولهيبها وليس آل ياسر عنه ببعيد في ممارسة الوان العذاب التي لا يستوعبها العقل ومثل هؤلاء كثيرون من كرام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ضعفاء المسلمين في ذلك الوقت ثم اشتد أذى قريش بالحصار الاقتصادي والتجويع للمسلمين ومعهم بني هاشم خاصة وتآمرت قريش عليهم وحاصروهم اقتصاديا واجتماعيا. أصاب المسلمين من هذا الحصار أذى وسوء شديد جدا، حتى منهم من أكل من شدة الجوع أوراق الشجر، بل ازداد الأمر سوءا من زعماء قريش في الترتيب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا التضييق من قريش كان إيه سببه؟ سببه كان الاضطهاد الديني. النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين موحدين ربهم، غير مشركين به سبحانه وتعالى. وكفار قريش على الشرك مصرون، بل ويعذبون المسلمين من الصحابه لاتباعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتركهم عباده الاوثان التي تعكف على عبادتها قريش ومن معها. كان لابد من تغيير لهذا الحال كان لابد ان تحدث هناك حركه وانتقال لان في امر ضاغط على المسلمين لا يمكن ان يطاق وبسبب هذه الظروف القاسيه والظالمه التي تعرض لها المؤمنون الاوائل كانت الهجره في اول الامر الى الحبشه ثم بعد ذلك الى المدينه المنوره يعني لم يكن سبب الهجره من اجل اقامه الدوله الامر ده كان حيجي بطبيعه الحال يعني غلبه المسلمين واشتداد شوكتهم بعد كده حيخلي في اي مكان هم يكونوا فيه حتى لو كان مكه المكرمه ان هم يسودوا لما يكتر عدد المسلمين ويزداد قوتهم ويزداد عددهم بطبيعه الحال كان هتكون الغلبه ليهم السياسيه في مكه المكرمه وقريش كانت تعمل يعني كانت تعرف ذلك. قريش كانت تخشى هذا الامر، هي شايفه عدد كتير من المسلمين وبالذات ضعفاء المسلمين بيدخلوا الى دين الله اعداد كبيره عشان كده كانوا بيعذبوهم. ده ما كانش من قريش الا خوف ان الامر هيزداد والمسلمين هيزيد عددهم وقوه النبي عليه الصلاه والسلام ستزداد وبالتالي حتكون الغلبه له في مكه، لذلك كانت تنكل قريش بالمسلمين واضطهدت المسلمين اضطهادا شديدا وانتهى الحال الى التدبير لقتله صلى الله عليه وسلم. لو تركت قريش المسلمين وحريتهم الدينيه يعني لو سابت قريش ان المسلمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من يعني يعني يدخل الى هذا الدين الحنيف وبداوا يمارسوا الصلاه بتاعتهم ويروحوا الى المسجد الحرام يمارسوا الصلاه وان يعيشوا بنوع من الاريحيه كان الامر هيتغير لم يكن الامر هيكون على هذا الحال لكن قريش كانت تفعل الكثير والكثير عشان تبعد تضعف من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيصحح مسار التوحيد ويرجعه مرة تانية على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام دون شرك ودون إشراك هذه الأوثان التي اعتقدوا أنها يعني تقربهم إلى الله زلفى لو كانت قريش سابت المسلمين وتركت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ربه يعني دون هذا الإيذاء الشديد لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام لكن قريش تعلم انه لو دخل في دين الله عدد كبير من العرب في ذلك الوقت هتكون الغلبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عشان كده كان لابد من هذه الحركه كان لابد من هذا الخروج بسبب الاضطهاد الديني ان النبي لما هم بالخروج من مكه الى المدينه المنوره تحرك تحركت عاطفه المحبه لوطني الذي ولد ونشأ فيه صلى الله عليه وسلم النبي وقف قدام مكة وقال مودعا مكة المكرمة ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك يعني لو كانت الظروف مختلفة ولم يمارس كفار قريش التعذيب والتنكيل بسبب الاضطهاد الديني لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم ليه جماعات الظلام والتكفير وعلى اي اساس بتنادي بهجره الاوطان هجره الاوطان المسلمه العجيب ان جماعات الظلام والتكفير بيستدلوا على هجر المجتمع وهجره الاوطان المسلمه بالايات الوارده في الهجره ايام النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الاسلام في الوقت ده اللي كان المؤمنين فيه قله عدد المسلمين فيه في بدايه الامر قله وكانوا ضعفاء والكفار كثره ظالمه ولديهم قوه باطشه كان لابد من هجرتهم فرارا من هذا الاضطهاد الديني اللي مرسته كفار قريش عليهم واللي مارسوا ضدهم في الايذاء والتجويع والترهيب والتعذيب كل انواع التعذيب قامت به قريش عشان تخلي المسلمين الاوائل يتركوا دعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لانها كانت تخشى من هذه الدعوه لقوه سلطان النبي محمد بعد ذلك عندما يكثر عدد المسلمين. مرسة الإيذاء والتجويع والترهيب والتعذيب لإثنائهم عن هذه الدعوة ولم يكن هناك بد أنه لابد في هذه الحال أنه لابد المسلمين يتحركوا إلى مكان آخر لابد يتحركوا إلى أرض أخرى تكون آمنة يستطيعوا أن يمارسوا شعائر الدين في هدوء ودون أذى مكان آمن يقوم يقويهم ويحترم دينهم الجديد وما يأمر به من شعائر وشرائع من الخلل الكبير الذي أصاب جماعات الظلام والتكفير إنهم بيحكموا علينا الآن بيحكموا على المواطنين اليوم في المجتمعات المسلمة وعلى حكومتهم اللي بتحترم الإسلام شعائر وشرائع بأنها مجتمعات كافره دي المصيبة الكبرى انه بيكفرنا جميعا وعشان كده هو بينهال علينا بقى بكل صنوف التفجير والتكفير هو مكفرك مكفرك على اي اساس غير معلوم وبالتالي هو كفرك وبنى على هذا التكفير انه يجب هجرة هذه الاوطان وقطع الصلة بها والانتقال الى اماكن اخرى للقيام بدولة مزعومة في اذهانهم عشان كده خلوا الهجرة من تمام الايمان بيقوموا باستقطاب الشباب ويشرحوا لهم الهجره على هذا الاساس ومعنى الهجره بهذا المصطلح العظيم ليه معنى اخر غير للمعنى اللي بتروجه جماعات الظلام والتكفير وبيقولوا بوجوب الهجره من المجتمعات الاسلاميه كوجوب الهجره من مكه قبل الفتح بل بيستدلوا على ذلك بايات الحقيقه هي لا تخدم هذا الفهم المريض بالعكس لانه لو رجع لسياق الايات والى الاصول العلميه في علم تفسير القران الكريم يشوف سياق الايه الوارده فيه ويرى وقت نزول الايه الكريمه او هذه الايات التي تحدث عن قضيه الهجره لوجد انه المفهوم اللي بيدعو اليه حاجه وأن الايات بتقول وبتقصد شيء اخر. بيستدلوا مثلا في كمثل قول الله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وآيات أخرى كثيرة بيستدلوا بها بيستدلوا بها وبيسقطوها على الواقع المعاصر اللي احنا بنعيشه وده خلل وسوء فهم لان الايات الخاصه بالهجره هي خاصه بالهجره من مكه الى المدينه المنوره للسبب اللي قلناه لحضراتكم وهو الاضطهاد الديني يعني النبي عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه مورس عليه وعلى الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اضطهاد ديني عظيم من كفار قريش النبي كان لابد له من تحرك لابد له من تحرك عشان يدفع هذا الظلم عن نفسه وعن الصحابة الكرام فالنبي عليه الصلاة والسلام حيث هو كان بيوجد صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم هيروح بعد كده يهاجر إلى المدينة ويأتي معه المهاجرون يشتركوا الاثنين من المهاجرون من مكة المكرمة مع الأنصار في المدينة المنورة في الجهاد للتخلص من الاضطهاد الديني اللي مرسته قريش عليهم قريش كانت بتسعى إلى إيه؟ مش اضطهاد ديني عادي ده ضغط عليهم وإجبرهم على الارتداد عن دينهم فكانت الهجرة في ذلك الوقت يومئذ واجبة لأجل هذا السبب الأصيل هذا السبب في واقعنا المعاصر هو غير موجود في مجتمعات المسلمين فعلى أي أساس أنتم دلوقتي بتيجوا تقولوا للشباب والغيرهم بأولا بتكفرنا وبعدين بضروره الهجره واستدعاء معنى الهجره وتفسير الهجره على واقع الحقيقه هو مش موجود. لما فتحت مكه المكرمه سنه 8 للهجره والنبي عليه الصلاه والسلام كان كلامه واضح وصريح لا هجره بعد الفتح ولما سئلت السيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين عن الهجره شوف بقى امنا السيده عائشه توضح سبب الهجره كان سببها ايه؟ فبتقول لا هجرة اليوم كان المؤمنون يفر احدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه يعني الهجرة كان سببها لاضطهاد الدين واجبار المسلمين على ترك التوحيد ثم العودة الى عبادة الاوثان ده كان السبب فاما اليوم، تواصل السيدة عائشة كلامها، فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء. لا هجرة بعد الفتح. نعم لا يجوز للمسلمين ان يهاجروا من بلادهم بنية الخوف على دينهم واسلامهم بعد فتح مكة المكرمة. جماعات الظلام يدعون الى هجرة الاوطان المسلمة لانهم وصفوا الاوطان بانها صارت ديار كافره. طب فين الديار الكافره دي؟ فين البلد المسلم اللي بتعذب المسلمين؟ او بتمنعهم من الصلاه او شهود الجمع والجماعات او صلاه العيدين او غيرها من الامور الواضحه والظاهره عشان تحكم ايها التكفيري بانها بقت او اصبحت بلده كافره او مجتمع كافر يجب انه يهجر او يهاجر. من أرضه كيف يزعم هؤلاء أن الآيات الواردة في الهجرة تدل على وجوب هجرة المجتمعات الإسلامية واعتزلها الآن بيسقط هذه الآيات وينتزعها بينتزعها الأول من سياقها القرآني ويسقطها على الواقع وهي غير مناسبة لها تماما لقد حكم هؤلاء على بلاد المسلمين بأنها بلاد كفر وليست دار إسلام ولو انهم فقهوا لعرفوا ان الحكم على بلد بانه بلد اسلام او بلد كفر بيتوقف على توفر الامن للناس على دينهم في البلد اللي هم فيها وعلى كمان الامن على انفسهم يعني لو عاش المسلم في بلد ليس له دين بلد ملهاش دين او دينه غير دين الاسلام والمسلم ده اللي عايش في البلد دي اللي ممكن تكون دينها غير دين الاسلام او بلا دين اصلا وعاش فيها المسلم ومارس فيها شعائر دينه بحريه لا يجب عليه الهجره من هذا البلد. الهجره كانت واجبه على المسلمين من مكه في ذلك الزمان الى الحبشه في بدايه الامر ثم الى المدينه المنوره لتعرضهم فيها لفتنه الاضطهاد الديني فامرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجره اول الامر الى الحبشه وخلي بالنا الحبشه في ذلك الزمان كان بلد لا يدين اهله ولا يدين اهلها بالاسلام بل كانت المسيحيه دينها الرسمي ولكن كان فيها ملك مسيحي عادل المسلمين في هذا البلد المسيحي امنوا على انفسهم وعلى دينهم من الاضطهاد الديني جماعات الظلام والتكفير مخطئون كل الخطا في الحكم على البلاد الاسلاميه بالكفر كيف يحكموا على بلد بترفع فيها شعيره الاذان خمس مرات في اليوم بانه بلد كافر كيف يحكمون على بلد يؤدى فيها الصلوات الخمس بأن البلد دي بلد كفرة والناس اللي بتصلي دي كفار كيف سولت لهم أنفسهم أن يحكموا على بلد تؤدى فيه الشعائر والمشاعر الدينية دون خوف بأنه ده بلد كافر والناس كمان اللي بتدين بهذا الدين كفار بل وليطالبون بالهجرة ويحاربون القائمون على الامر فيه بممارسات عدوانيه باطله قائمه على القتل والحرق والتفجير والتكفير في الختام قبل ان نطرح سؤالا مهما ننتهي الى اهم النقاط مما عرضنا سابقا النبي عليه الصلاه والسلام هاجر من مكه المكرمه الى المدينه المنوره بسبب الاضطهاد الديني الشديد اللي قامت به قريش وكفار قريش ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين الذين دخلوا إلى عبادة التوحيد كل ده قامت به قريش عشان خشت خشت قريش من السلطة والقوة للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من آمن معه صلى الله عليه وسلم تقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف في ذلك الزمان المهاجرين مع الأنصار وكان في عدد كبير جدا من الأنصار دخلوا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا بيسمعوا من يهود المدينة وهم أهل كتاب بأن في نبي آخر الزمان وأنه حيكون من العرب فكان عندها تمهيد لنبي آخر الزمان لذلك دخل عدد كبير من الأنصار إلى دين الله تكاتف المهاجرين مع الأنصار وكانت الغلبة والقوة للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكان تأسيس أول دولة للمسلمين وضع النبي عليه الصلاة والسلام دستور المدينة دستور المدينة هذه الوثيقة العظيمة اللي فيها حفظ لحقوق غير المسلمين قبل حفظ حقوق المسلمين وده ملخص يسير لاهم النقاط وما انتهت اليه الهجره من هذا الوضع يعني العظيم وهذا النصر الجليل من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه الكرام سواء من المهاجرين او من الانصار رضوان الله تعالى عليهم. اجمعين ايات الهجره خاصه بهم وليس خاصه بمن بهؤلاء او بجماعات الظلام والتكفير اللي بياخدوا ويقطعوا ايات الهجره من سياقها وينزلوها على واقع دول اسلاميه بيكفروا شعوبها ويكفروا حكومتها وبعد كده يبيحوا لنفسهم التفجير التكفير الاول وبنوا عليه التفجير والقتل وسولت لهم انفسهم كل هذا الظلم والدم والظلام ونسال الله سبحانه وتعالى العافيه. يبقى السؤال المهم اللي قلت لحضراتكم عليه كيف نفعل مفهوم الهجره الصحيح في حياتنا العمليه. يمكن للمسلم انه ينقل مفهوم الهجره الصحيح في حياته العمليه بانه يترك كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه. عرفنا ده منين؟ من وصف النبي عليه الصلاه والسلام للمهاجر. قول النبي عليه الصلاه والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام اللي علمنا اياه الحديث بقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وفي روايه اخرى المسلم من سلم الناس من لسانه ويده اذا النبي عليه الصلاه والسلام بينبه الى ان المسلم في مجتمع المسلمين انسان صالح يسلم الجميع من لسانه ويده يسلم من اداه وكذلك في مجتمعه الانساني الكبير كذلك يسلم الناس من لسانه ويده يسلمون من اداه ومن شره عرفنا معنى المهاجر الحقيقي فيما روى عن صالح ابن بشر ابن فديك خرج فديك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انهم يزعمون انه من لم يهاجر هلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فديك اقم الصلاه واتي الزكاه واهجر السوء واسكن من ارض قومك حيث شئت معاني الهجره الايجابيه في حياتنا المعاصره كتيره جدا كتير على الاحصاء او الحصر لمن اراد ان يسلك طريق الاتباع مبتعدا عن الابتداع الذي تمارسه جماعات التكفير والضلال ممن يفترون على شريعه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالكذب الواضح والفهم المغلوط ممن يحسبون انفسهم على شيء وفي الحقيقة هم الظالمون لانفسهم ولغيرهم، ممن يحسبون انهم يحسنون صنعا وللاسف هم الاخسرون اعمالا. احتفلوا. احتفلوا وابتهجوا وافرحوا بالعام الهجري الجديد واتعظوا وتعرضوا لنفحات الله ورحماته في تلك الايام المباركة. عسى عسى ان يصيب احدكم من نفحات ربه ورحماته ما يسعده طيله حياته. كل عام وحضراتكم بالف خير بمناسبه العام الهجري الجديد، وطبعا بحلول العام الهجري الجديد ما يفوتناش ابدا ان احنا نتكلم عن هجره المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقه عشنا مع حضراتكم اليوم في حلقه خاصه عن المفهوم الصحيح للهجره، عشان بعض جماعات التكفير قامت واصحاب جماعات الظلام قاموا بالصاق معاني ما انزل الله بها من سلطان بمفهوم الهجره وهذا المفهوم له ضوابطه من القران والسنه النبويه المطهره كان لابد من الايضاح ومن الوقوف عند بعض هذه الامور الخطيره اللي بتتلاعب فيها جماعات الظلام بمصطلحات الوحي الشريف نتمنى على الله سبحانه وتعالى ان يكون كان في افاده لحضراتكم وفي الختام نتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك نصرا عزيزا نسألك نصرا عزيزا نسألك, نسألك فتحا مبينا نسألك فتحا مبينا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما نسألك عزا عظيما، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا كل الفتن والآفات، وأن تقضي لنا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات، اللهم اغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين استودعكم عنايه الرحمن وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته